انا اشتغلت مع وولد ديزني، جت برضو بمحض الصدفة، كان في مدير كبير موجود في مصر، ووقتها كان شركة فوكس بتوزع أفلام ديزني، فمدير فوكس وقت ذاك يعني قدمني للراجل، كنت أنا يونايتد أرتيست وانضمينا لفوكس. قال له فلان فلان وبتاع وكده، قعدت معاه اتكلمنا ورحت على مكتبي، خلاص انتهى الموضوع. فقبل ما ينزل راح مطلع الكارت بتاعه وقال لي انطوان انا قاعد 3 ايام بالقاهره، يعني حابب انه في يوم يوم بالليل كده نتغدى مع بعض، نتعشى مع بعض. قلت له اوكي. كان نازل في الميريديان لسه فاكر لغايه دلوقتي. رحت قابلته فقال لي بعد ما اتكلمنا يعني بكذا حاجه، احنا بندور على واحد في مصر يبقى متخصص في التسويق وفي الكتب والمجلات، فعندك مانع تاخد البوزيشن ده؟ قلت له بس انا مش مؤهل، يعني انا مؤهل كتوزيع سينمائي. قال لي لا، لو قلت اوكي هنبعت لك مشروع عقد، لو وافقت عليه هتيجي تقعد اسبوع في لندن واسبوع في باريس تريني، ندربك على ال. ففعلا حصل وسافرت، بدأت بفرنسا. وكان في حاجة بقى شفتها بره فشلت في تحقيقها في مصر، كان عندهم أفلام 8 ملي كان اسمها educational films، يعني مثلا على سبيل المثال، وكل حاجة معمولة بالكرتون يعني عشان كمان تبقى لطيفة وخفيفة الهضم، انه مثلا فلاح اتجوز، فهو ومراته هما الاثنين تمام شباب بيزرعوا قطعة الارض دي، خلفوا عيل اتس اوكي، بدأوا خلفوا اتنين، خلفوا تلاتة، خلفوا اربعة، خلفوا خمسة، الست بدأت تأتب والراجل ما بقاش يعني يمشي بالطريقة اللي كانت يعني زي ما كان شباب وعطولة وحاجات زي كده. فكانت الخلاصة بتاعت الفيلم انه الخلفة الزايدة دي بتجيب اجل الاهالي. فرحت عرضتها على هيئة الكتاب، يعني لم يقتنع احد، والحقيقة بصوا لي يعني يمكن أدبيا ما قالوش حاجة، بس أنا يعني من خبرتي بقى مع العملاء والأقاليم والبتاع أكاد يعني أفهم اللي قصادي رد فعله، هو نفسه يضحك يعني إنه الراجل ده جاي بيعرض علينا إيه، ده اللي هنوزعه ولا نبيعه عندنا بس. فدي يعني كانت نقطة فشل كبيرة قوي.